بسم الله نمضي في الطريق إلى الله. يقول الله عز وجل في مطلع سورة الملك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. دي الحكمة من وجودنا في الأرض، دي الحكمة من خلق ربنا عز وجل لينا ليبلونا. يا ترى هننجح في الاختبار ده ولا لا؟ ربنا يجعلنا جميعا من المفلحين ويجعلنا من الناجحين إن شاء الله، ويجعلنا من اللي فازوا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. بنحاول إن شاء الله في الطريق إلى الله إن إحنا نحيا بشكل صحيح ونفهم حقيقة الدنيا، علشان إن شاء الله بإذن الله نقابل ربنا عز وجل بكل سعادة وبكل فرح وبكل سرور. خلونا نرحب بمولانا فضيلة العالم الجليل والمربي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بفضلتك يا مولانا. مرحبا، أهلا أستاذ مهند، مرحبا بكم. دائما نسعد بهذا اللقاء، والحقيقة إن البرنامج يا مولانا هو يعني تجربة عملية، كل مرة كده بنشحن طاقتنا ويعني بنزداد إن شاء الله بإذن الله يعني نورا. ربنا يوفقنا ويكرمنا في هذا الطريق الجميل. موعدنا النهاردة إن شاء الله مع استكمال الحكمة 24 من حكم ابن عطاء الله السكندري، والتي يقول فيها: لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. وكنا أشرنا إلى معنى عظيم جدا، وهو إن الحياة بطبيعتها هي دار ابتلاء ودار اختبار. لكن ربنا عز وجل يعني أمرنا في القرآن وقال لنا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فكيف نجمع أو كيف نوفق بين كلام الشيخ وبين هذه الآية؟ بسم الله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد: فليس كل ما هو دنيا مذموم، وليس كل ما هو من أعمال الآخرة محمود. وليس كل ما هو من عمل الآخرة محمود. المهم قصد القصد. ماذا تقصد؟ ليه؟ لأن في الحقيقة ما فيش حاجة اسمها دنيا وآخرة، هو شيء واحد بس، وخاصة عند أهل التصوف الدنيا والآخرة أمر واحد، المقصود دائما هو مرضاة الله، سواء في عباداتك أو معاملاتك. الحياة عبادات ومعاملات، مهم أن تقصد وجه الله في كل عباداتك وفي كل معاملاتك. لأن الدنيا والآخرة مجرد دي أحوال القلوب فيما يتعلق بالأمور، فكل ما هو قريب، القريب الداني منها قبل الموت نسميه دنيا. واللي على سبيل التراخي اللي يعني متأخر بعد الموت بنسميه آخر. آخر، نعم. لكن في جميع الأحوال هي أحوال قلب. أنت فين من هذه الأمور؟ فبالتالي ليس كل أمور الدنيا مذمومة، لأن الدنيا أو الأمور أقسام. في قسم هو ما يصحبك في الآخرة، وقسم يصحبك في الدنيا، وقسم يتأرجح بين الطرفين. نفهم بقى. نعم. القسم يعني كل ما يمر عليك في حياتك منه بعض الأمور بيكون تصحبك في الآخرة فقط، وتبقى معك ثمرته في الآخرة. ودي حاجتين اتنين بس. علم وعمل. طيب العلم ده مثلا زي ايه؟ زي فاعلم انه لا اله الا الله، يبقى العلم بالله وصفاته واسمائه وكل ما يتعلق بالعقيده، الايمان اللي احنا بنؤمن به. ايضا العلم بالشريعه والاحكام. العمل هو الاعمال اللي الاوامر والنواهي، سواء كانت عبادات او معاملات. العبادات الخالصة لله تعالى تقصد بها وجه الله، كالصلاة والصيام والزكاة، من أعمال الآخرة. دي بتصحبك في الآخرة. الآخرة. نعم. طيب نيجي للعلم.
العلم هوت ممكن واحد يبقى عالم، لكن هذا العالم أنس بالعلم وبقى ده حظه اللي بيحبه وفضله على أي شيء آخر، فضله على شهواته وعلى أكله وعلى شربه وعلى راحته وعلى نومه، ضحى بكل شيء من أجل العلم زي ما بقول بقى في محراب العلم. الله وعلم ده مقصود به وجه الله سبحانه وتعالى، مع أنه أهو يعني يعتبر حاجات هو حظه النفسي فيه هو هذا العلم، لكن هو قاصد بوجه الله بقى من الآخرة. نعم واخد بال حضرتك. نعم. العكس بقى لو العالم ده أول من تعلم هذا النار ربنا يحفظه، لو هو العلم بتاعه أنه يتفخر بيه بين الناس وفقط بالضبط. أو يشوف مقصود نفسه بإيه؟ نعم. بس نفس الشيء في العبادة. نعم. العبادة دي خالصة لوجه الله، خلاص بقت لك، بقت من أعمال الآخرة. يعني مدار الأمر كله يا مولانا في القصد والنية. نعم. ما عشان كده ما احنا نقول التصوف ايه؟ فقه القلوب. نعم. واخد بال حضرتك. فالنهاردة نفس الشيء. طيب العبادة دي لو هو قصد بها المرأة، لو قصد بها العجب، أيوة، لو قصد بها الشهرة، لو قصد ما خلاص حسبت عليه زي سيادتك ما تفضلت بالحديث. عالم لم يعمل بعلمه وإنما كان عشان يقول أن عالم، أو واحد منفق ولكن لكي يقول أنه منفق. نعم. ومجاهد لكي يقول أنه شجاع إلى آخره. يبقى فين؟ إنما فعلت ليقال وقد قيل، خلاص. طيب. خدت حظك في الدنيا. واحد بيعمل في الدنيا بس يقصد وجه الله. يعني قلنا فرق بين أن أنا آكل، أهو الأكل شهوة من شهوات الإنسان التي لابد منها، لأن ربنا ركب في الإنسان ملكات معينة بحكمته سبحانه وتعالى، ركب في الإنسان ملكات معينة. ملكة الشهوة قال لقلب الملائم، يعني ما يلائم وجوده، ما يلائم حياته، استمراره في الحياة. لازم يأكل ويشرب، لازم الجنس عشان يستمر الجنس البشري. وهكذا. طيب الغضب ملكة ركبها في الإنسان لدفع المنافر، يبقى الشهوة لقلب ودي الغضب لدفع. فدي كلها لها وظائف في الإنسان وملكة طبيعة ركبها فيه، والعقل أو الإدراك للتمييز بين الخير والشر. فهكذا دي طبائع، فركب الشهوة. طيب كلنا لابد أن نأكل، بس فرق بين من يأكل لمجرد الشهوة أو لمعصية، يأكل بالحرام، يأكل شيء محرم إلى غير ذلك، وبين من يأكل الحلال بقصد التقوت على عبادة الله. حضرتك أشرت النقطة عظيمة مولانا، وهي مسألة أني أبقى أحيا كل حياتي من أمور دنيتي وأمور آخرتي بالله ولله ومع الله. نعم. عايزين نعرف إزاي إن شاء الله نقدر نحقق ده في حياتنا، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل. خليكم معنا مشاهدين. حقيقة معاني عظيمة بنتعلمها في الحكمة دي، وهي مسألة إن حياتنا كلها بأمور الدنيا وأمور الآخرة تبقى لله عز وجل. معنى عظيمة مولانا. نعم. لكن تحقيقه أعتقد يعني ممكن يكون صعب على أنفسنا، خاصة مع الملهيات والمغريات الكتيرة في الدنيا. نعم. عشان كده محتاج يقظة للقلب. نعم. لابد من اليقظة للنية. للنية. نعم. دي الله. أهم شيء. ولذلك ممكن قلنا من قبل، قال أحد الأكابر أظنه عطاء بن يسار، قال وددت لو لم يجلس العلماء إلا لو لم يجلس العلماء إلا لتعليم الناس النية لكفى. وددت لو لم يجلس العلماء إلا لتعليم الناس النية لكفى. مش أكتر من كده، يعني بس العلماء يعلموا الناس النية زي يحط نية، لأن القصد ده مهم في توجيه الأعمال. ولذلك دايما كان كبار العلماء يبدأون كتابتهم أو كلامهم إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. وشوف حضرتك في اللغة إن توكيد وما للقصر، كأنه إنما الأعمال بالنيات، كأن الأعمال ليست إلا بالنية، ما فيش غير كده بس، سبحان الله، كأنها الركن الأساسي. وده توجيه مهم، وده افتقدناه
كثيرا في عباداتنا وفي معاملتنا. محتاجين احنا للنية. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ حبب الي من دنياكم. اه الدنيا من قال انها وحشه بقى؟ حبب الي من دنياكم الطيب، العطر، البرفان، صلى الله عليه وسلم، والنساء، صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله. وده معنى عميق وعظيم. ليه الدنيا حبب إلي من دنياكم الطيب؟ ليه حب الطيب بالذات؟ وإحنا يمكن اتكلمنا في هذا. لأن مظاهر الاستمتاع في الآخرة، مظاهر، ما هو الاستمتاع ده نوع من إيه؟ نوع من معرفة الله سبحانه وتعالى. سبحانه. نعم، عندي تجليات الجمال في الآخرة. تجليات الجمال في الآخرة هي في الجنة هتكون إيه؟ روح وريحان. الله. وجنة نعيم. نعم. أول على باب الجنة الأول فيه إيه؟ روح وريحان. ده الطيب. نعم. فإذا التشوق للآخرة، الشوق عبارة عن إيه؟ الشوق مقام من مقامات المحبة، منزل من منازل المحبة في السير إلى الله. الشوق كما قلنا حركة الروح للقاء الحبيب. الشوق دايما معاه إيه؟ صبر، لأن المشتاق بيسلي نفسه إنه حيقابل الحبيب. فدايما إيه اللي بيصبره؟ دايما لازم يبقى معاه صبر، بيواسي نفسه بالإيه؟ بالصبر. سيدنا الإمام الهروي استدل على ذلك إيه؟ بقول الله تعالى: إن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله ده مشتاق. فإن أجل الله لآت. فكلمة فإن أجل الله لآت فيها إيه؟ تسلية بالصبر، لأنه بيقول له إيه؟ يؤكد له بقرب اللقاء. بيقول له خلاص خلاص قربت. كل أجل آت. نعم. وكل آت قريب. عاوز يقول له كده خلاص، ما دام انت عارف، لو احنا نفهم ده محبة. نعم. أم كلثوم بتقول: ولما قرب معاد حبيبي ورحت قابله هميت فؤادي على نصيبه من قرب وصله. نعم. شفت المحبة. نعم. لما بتغني يعني ان ايه؟ النسمة احسبها لؤاك، والهمسة احسبها خطاك، على كده اصبحت وامسيت وشافوني وقالوا اتجنيت، يا ريتني عمري ما حبيت، يا ريت. ده كلام محترم. نعم. ده في مقام الشوق. نعم نعم نعم. ليه بيتكلم في الشوق؟ انت بقى شوف، ده اجل لقاء ربنا. يعني لما بقول لك ايه؟ فإن أجل الله لآت. لآت. بيصبروا بيوسيه. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يعني حبب إلي من دنياكم إيه؟ الطيب. بيوسيه عن الآخرة. نعم. روح وريحان. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة. والنساء ده مظهر الجمال. نعم. اللي هي الحور العين في الجنة. في الجنة. هي مظهر النساء، مظهر الجمال في الدنيا. نعم. تجليات الجمال في الدنيا. نعم. فهو بحبها إيه؟ تسلية له عن إيه؟ عن مظاهر الجمال. نعم. في الجنة. عما يشتاق يعني إليه في الجنة. عن. نعم. مش الحاجات الحسية. عن تجليات جمال الحق تعالى في الجنة. الله الله الله. فده المظهر. نعم. بتاعها. نعم. فتسلية إيه؟ اللي يفهم هذا الكلام. نعم. تسلية إيه؟ للإنسان. الشوق معاه إيه؟ صبر، بيصبره. نعم. فبالتالي إيه بيحبه ليه؟ تسلية عن تجليات الجمال في الآخرة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليه؟ قرة عيني في الصلاة ليه؟ الله. دي تجليات الجلال. يبقى الصلاة تسلية له عن تجليات الجلال في الآخرة. الله. الله. اللي هي إيه؟ لأن ليه الصلاة تجليات جلال؟ الصلاة فرضت فين؟ في السماء، في حضرة الحق سبحانه وتعالى. نعم. لما النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كان في الحضرة فسجد. نعم. ده جلال، لأن في القرب في الحضرة ده الجلال. طبعا طبعا. عشان كده سجد. فاسجد واقترب. في مقام الجلال يبقى الصلاة هنا يبقى إيه؟ تجليات وجه الكريم اللي هو الجلال.
يبقى وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال ابن عطاء الله قال وجعلت صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة ولم يقل بالصلاة، لأن لا تقر عينه صلى الله عليه وسلم إلا بربه. الله ما تقرش إلا به. نعم. طب تسلية لحد ما يبقى يتم اللقاء ويبقى به، يبقى قرة العين في الصلاة تسلية عشان هيقابل فيها ربنا عز وجل. أيوة. الصلة مع الله عز وجل. الله على المعنى. فدي كل دي أهدي دنيا أهي، لكن شوف الدنيا مقصود بها إيه وشكلها إيه. فدي قضية الإيه، إزاي أنا أفهم هذا وأطبقه في حياتي. يعني الشوق نفسه ده مولانا قد يكون أكبر ضابط لمسألة نيتي، طول ما أنا مشتاق للآخرة ومشتاق للقاء الله عز وجل، مشتاق للجنة، مشتاق للجزاء، فالنية عندي تنضبط بقى في تنضبط كل أمور. إن أنا عاوز ربنا. وكون أنا أقصد الله دي بتتطور بقى، ما هو عشان توصل أنت للشوق، ما هو أنت أصلا عشان توصل للمحبة أو للحب مسألة طويلة. لأن بعد كمان الشوق فيه إيه؟ القلق. قال ما القلق الإمام الهروي؟ القلق إذا ما سقط السقوط الصبر عن المشتاق. مش قادر بقى خلاص. مش الله مفيش صبر. أول ما يسقط الصبر يبقى ده قلق. عشان كده في الآية هو استدل بقوله تعالى إيه؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لطرد. فما دفعه للعجلة إلا القلق بسبب سقوط الصبر. ما قدرش يصبر. يا الله. طب ما أنا مديك معاد. ومعاه قومه. قال له هات الناس اللي معاك وتعالى. فهو ما قدرش يستحمل. سبحان الله. غلبه الشوق. وغلب الشوق القلق. فلم يستطع الصبر. بسقوط الصبر عنه. فطلع يجري. نعم. حضرتك فدائي. معاني عظيمة مولانا. وعايزين كمان نتكلم عن جزئية مهمة، وهي ان البعض بيعتقد ان احنا مأمورين بمسألة العزلة وتمام العزلة، يعني الصوفي هو في عزلة دائمة وبعيد عن الناس وبعيد عن الدنيا. هل هذا المفهوم صحيح؟ هنجاوب عليه ان شاء الله، لكن بعد الفاصل. خليكم معنا مشاهدين. اهلا بحضراتكم مرة تانية مولانا. يعني فكرة العزلة، وهي ان يعني البعض يقول ان الصوفيه مبنيه على مساله الاعتزال الناس، اعتزال الدنيا، البعد عن الدنيا. هل ذلك يعد سلبيه؟ وما المقصود بمفهوم العزله اساسا؟ حقيقه الخلوه، الخلوه في الجلوه. حقيقه الزهد، الزهد في الزهد. الزهد في الزهد. نعم. يعني الخلوة في الجلوه. نعم. سيدنا الشيخ محمد زكي إبراهيم كان يقول الصوفي رضي الله عنه، الصوفي أكبر من فقيه. فالفقيه وقف عند الأقوال، والصوفي أكبر من عابد، فالعابد وقف عند الأعمال، والصوفي تجاوزهما بالأحوال. الله. والصوفي أكبر من زاهد. نعم. فالزاهد يزهد في الدنيا، والصوفي يزهد في كل ما يشغله عن الله تعالى. هي القضية إيه؟ هم حتى قالوا أنت بتزهد في الدنيا، طب الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. نعم. والله لو ما كانتش مهمة عندك ما كنت زهدت فيها. يا الله على المعنى. بالضبط كده. يعني لو كانتش مهمة عندك ما كنت زهدت فيها. نعم. لكن لما الزهد الحقيقي تبقى الدنيا معاك وهي مش شغلاك، هي دي القضية. إن الدنيا تبقى في ديك. أيوة. تبقى إيه؟ في ديك مش في قلبك. ما بتسببلكش مشكلة. إن جات ما لا الحمد لله، ما جاتش الحمد لله. أنت ما بتنشغلش. ما بيبقاش عندك هم بسببها. ولذلك كان الدعاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. نعم. نعم. يعني من جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. نعم. هي دي المشكلة. وشتت عليه أمره هموم كثيرة. ومن جعل الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه. الله. وجمع عليه أمره. الله. وأتته الدنيا وهي راغمة.
فده حقيقة الإيه؟ القضية في الزهد وكذا، لكن تدريجيا أو سلوكيا أو تدريبيا أو مجاهدة، لو أنا ضعيف وأمام الدنيا بضعف، يبقى أحاول أدرب نفسي على البعد عنها عشان ما انشغلش أكتر من لازم وتشتت علي أمري، يبقى دي مرحلة مؤقتة. يبقى الزهد مرحلة مؤقتة، لأن لا شك الانشغال بالدنيا على قدر إقبال الإنسان على الدنيا على قدر إدباري عن الآخرة. يا الله. فبالتالي على قدر إقبالي على الخلق، على قدر إدباري عن الحق الحقيقة. فخاصة ضعاف النفوس من أمثالنا، لكن لو أنا يعني عندي يعني يقين مش هتأثر. سيدنا إبراهيم البلخي، يمكن حكينا الحكاية دي من قبل، لما كان في زيارة أحد الأكابر من الأولياء وهو أيضا من الأكابر، فقال له كيف حالكم؟ فهذا الولي قال له نحن بخير والحمد لله، نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا منعنا صبرنا. احنا الحمد لله لما ربنا بيدينا بنشكر، ولو منعنا وما فيش بنصبر. فقال له سيدنا إبراهيم البلخي هذا حال الكلاب في بلخ عندنا. يا الله. بلد اسمها بلخ. رغم انه هو اللي بيجاوب عليه يعني شايف ان دي الاجابه النموذجيه. قال له امال انتوا حالكم ايه بقى على كده؟ قال نحن قوم اذا اعطينا اثرنا، يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. نحن قوم اذا اعطينا اثرنا واذا منعنا شكرنا. لأنه فهم العطاء والمنع من الله تعالى. فطالما شافوا من ربنا سبحانه وتعالى لا يعطي ولا يمنع إلا لحكمة. الله. الحكمة فيها مصلحة للعبد، يعني حتى لما هيمنع أنا هشكر مش هصبر، أي لأن فيها مصلحة. أتعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد منعك لعوز، لحاجة، لفقر جل وعلا ما عندوش يعني سبحانه وتعالى خزائنه نفذت سبحانه وتعالى، ده بيمنعك لحكمة وأنتم الفقراء. ده بيمنعك لحكمة لمصلحتك أيها العبد. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إحنا اللي مش عارفين. فبالتالي أنت لابد تفهم عن الله. فمن فهم عن الله تعالى تحول المنع إلى عطاء. الله. كما قلنا والمرض إلى صحة. والفقر إلى غنى. والذل إلى عز. هي النية المقصد. فهي دي الحقيقة. فبالتالي ليس المقصود بالزهد أو مقصود بالخلوة أو غير ذلك هو البعد عن الدنيا. لكن خذ الكتاب بقوة، خذ كل حاجة بقوة، قوة روح، قوة قلب، قوة عقل، قوة نفس. خلاص هذه القضية. يقظة. حضرتك كمان أشرت لنقطة مهمة، هي لابد إنك تبقى طول الوقت حتى وإنت في أمور الدنيا أو في أمور حتى الحياة اللي إحنا فيها، تبقى طول الوقت عندك اليقظة. في آية، طب يا مولانا مش عارف هل دي يعني تسير على نفس المعنى أم لا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فمعنى عظيم فكرة إن الإنسان اللي عايش بس ودماغه وتفكيره وانشغاله بالدنيا وفقط، لأن هو مش عاوز إلا الدنيا بس. أيا كان الوسيلة لاكتسابها. بالحرام لا يلوي على شيء. بالحرام، بالمكروه، بالسلب، بالافتراء، بالظلم. ده الطرف الأقصى اللي فيها ايه؟ حظ الطلب، الحظ العاجل. اللي هي ايه؟ نعجل له فيها. يبقى هو طلب الحظ العاجل. ما فيش ثمره له في الاخره اصلا، لانه مش عاوز، هو مش في دماغه الاخره اصلا. وليس في دماغه الا ايه؟ التنعم بالمباحات، بالمعاصي، بدون اي وازع، بدون معرفه بالله، بدون خوف من الاخره.
وسبحانه وتعالى أراد أن تنتظم الحياة، لأنه خلق السماوات والأرض بالحق، نعم، بالعدل، نعم، فيريد أن يبقى فيه ميزان كي تنتظم الأمور، نعم. فهذا هو الذي عجل له، خلاص يا سيد. جميل. التحر. السالك هنا إيه الضابط بالنسبة له في تعامله مع الدنيا؟ يعني كيف أتعامل مع الدنيا؟ كيف أتعامل مع أمور الدنيا؟ أنا فاهم ماشي إن هبقى متوجه إلى الله عز وجل، لكن أنا بنشغل مهما كانت أمور الدنيا بتشغلني وبتخليني يعني مستغرق فيها ومركز معاها بشكل أكبر. فإزاي أقدر أعمل عملية التوازن ما بين إني ببقى بتعامل في أمور الدنيا لكن عيني على الآخرة ومركز في الآخرة؟ ما فيش أكثر من اليقظة. اليقظة. هو الصوفي يعني إيه؟ نعم. أن يكون متيقظا إلى قلبه، نعم، إلى نيته، نعم، في كل أحواله وأحواله. قلنا عبادات يا معاملات. أوقاته أربعة. أيوة. نعم. لا خامس لها. المسألة مش صعبة، فتبقى عينه على إيه؟ على العبادات والمعاملات. العبادات والمعاملات بتلخص في إيه؟ في أحكام. الأحكام دي فوقيها إيه؟ فوقيها أخلاق اللي هي بتستمد منها الحكم. نعم. الحكم يستمد منين؟ من منظومة قيم خلقية. والأخلاق، منظومة القيم الخلقية في الإسلام هي أخلاق الحق جل وعلا. الله الله الله. منظومة القيم الخلقية دي بتستمد من إيه؟ من حقائق، أخد بال حضرتك؟ نعم. فبالتالي أنا كمريد، أنا كإنسان مؤمن عادي صادق، نعم، ها؟ في حياتي لازم أبقى إيه؟ مراعي أحكام الله تعالى. أنا وأنا بتحرك دلوقتي، لو أنا لو عبادات، أيوة، وأنا بعبد، عيني على الحكم، عين قلبي على الحكم، نعم، مش عين عقلي بس. أنا لما أجي أتوجه في العبادة مثلا في الصلاة للقبلة، أنا بتوجه للقبلة، ده لضبط الحواس الأول. طيب ضبط الحواس مقصود بيه إيه؟ استدعاء لضبط القلب. الله. عشان يتوجه للقبلة. نعم. عشان كده قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، اللهم إني وجهت وجهي إليك للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. طيب هو ربنا ليه جه عشان توجه وجهك له؟ لا. أنت وجهت وجهك لبيتي للقبلة اللي حددتها لك بالشرع. ليه؟ عشان تضبط الحواس بتاعتك الأول. سبحان الله. يعني ضبط الحواس على اتجاه معين هو عشان تضبط وجه قلبك بعد ذلك. وجه القلب ده غيب، لأن فأينما تولوا فثم وجه الله. عشان تضبط قلبك للإيه؟ معاني عظيمة. ربنا يرزقنا يعني مسألة أو لذة التوجه إليه سبحانه وتعالى بكل شيء من أمور دنيتنا وأمور آخرتنا. نروح لفاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا مشاهدين. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة معاني عظيمة مولانا اللي متعلمها في الحكمة دي، وهي مسألة التعامل مع الدنيا. نعم. والأمر جلل، يعني اللي هيضبط المسألة دي خلاص هو إن شاء الله بإذن الله فاز في الدنيا وفي الآخرة. نعم. اللي يعرف يضبط. نعم. هذه المسألة. نعم. وحضرتك أشرت لنقطة عظيمة، وهي مسألة إن بوصلة قلبك لازم تبقى مظبوطة. بالضبط كده. إنك لازم تبقى متيقظ النية لعباداتك لمعاملاتك، وتبقى صاحي لما يرد عليك من قبل الحق. إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارد. نعم. فأنا في عباداتي زي ما ضربنا مثل في الصلاة، أنت مفروض تعمل إيه؟ طيب ده الظاهر. طب والباطن ماذا يجب عليك وأنت في الصلاة؟ ماذا يجب عليك من الخشوع؟ ماذا يجب عليك من الحضور؟ لما أجي أبص كده فعلا، أنا ظاهرا ببدأ كده، طيب وأنا في مصر كده أو في المكان اللي أنا فيه، الكعبة ناحية فين؟ أنا ببص كده أو عن ناحية جغرافيا كده ببص، إحنا كده تاني ناحية باب الكعبة بجنب كده، لأن الركن اليماني هيبقى كده، لأن عاوز أركز عشان أضبط الحواس بتاعتي. الله. نعم. وبعدين بعد كده إيه؟ طيب أنا هصلي لمين؟ إني وجهت وجهي، ربنا ملوش جهة جل وعلا، أمال إيه؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. يبقى القلب عين البصيرة، عين القلب زي ما دي عين العقل، يبقى ناظر القلب هيتوجه لله. أتوجه لله في انتظار ما يرد علي من قبل الحق. الله. لما تيجي تقرأ في الأحكام ولك، لما تيجي العبد إذا ما قال الحمد لله. نعم. والحمداني عبدي. نعم. إزاي تبقى عايش؟
هذا، ربنا يفقهنا بهذا ويعيننا على أن نقوم به عملا يعني. طب لو في معاملة من المعاملات، كيف أتيقظ لنفسي وأنا بتعامل أن نفسي عندما تشرئب للطمع، لأن الدنيا صعبة. وسمحنا يا مولانا، فعلا حضرتك أشرت لنقطة عظيمة جدا، وهي فعلا أن كلنا خاصة في مسألة الدنيا، مش هقول كلنا عشان برضو ما نعممش، لكن ناس كتير مننا فيما يتعلق بأمور الدنيا وأمور المعاملات بيبقى بوصلته الأولى أو تركيزه الأول والأخير هو فكرة المصلحة الشخصية. نعم. وأينما وجدت وأينما تحققت وكيفما تحققت، مش مهم هتحصل إزاي. فإزاي كمان في مسألة المعاملات تحديدا ومسألة أمور الدنيا أبقى مستشعر أن ربنا عز وجل يراني وإني متوجه بعملي ده وبعامل ربنا مش بعامل الخلق. هي دي المسألة الدقيقة. ما هي دي ما أهم شيء كده، إزاي تبقى متيقظ لنفسك عندما تشرئب للطمع ماذا تفعل. أنت مش ممكن هتعرف أن هي اشرأبت للطمع إلا أن كنت متيقظ لها. اشرأبت للكبر، للعجب، للاستبداد، للفتك بالآخرين، الغضب. فهل أنت متيقظ لذلك؟ عشان كده سيدنا الإمام البصير بيقول لك وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسني. يعني وراعها وهي في الأعمال، وانت بتشتغل غصب عني أدخل وأنا مع الأستاذ مهند أقوم أغضب منه أو أتكبر عليه أو أتضايق منه أقوم أعمل فيه كذا. كل ده ليه؟ لأن أنا مش واخد بالي من نفسي. مش واخد أثناء بالي العمل من نفسي. أثناء العمل وراعها، ممكن تلاقي نفسك واخداك بتسوقك وانت مش دريان. عارف يعني ايه وهي في الاعمال سائمه؟ عارف السائمه يعني ايه؟ دي حاجه في الفقه يسموها البهائم السائمه. البهائم اللي بترعى السرحه كده من غير في الصحراء، من غير رابط ولا غير مالهاش رباط. غير البهائم اللي متربيه في الحظيره. ولذلك زكاه دي بتختلف عن زكاه دي. فهو شبه النفس زي البهيمه السائمه السارحة في الصحراء أو في العشب، كلما رأت عشب تأكل فتمشي وراء العشب مش دريانة هي بتعمل إيه، أمشي تأكل وخلاص. فبقول لك وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي. لما تستحل المرعى ما تسيبهاش، ما تطولهاش. فالغفلة عن النفس خطيرة. عشان كده رضي الله عنه بقول إيه؟ فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم أو الهرم العجز. فإن سماها إيه؟ النفس أمارتي بالسوء. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. ملي طبعا في أبيات قبلها لكن بختصر، ملي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجمي. باللجمي. مين ملي برد جماح؟ لأن هي بتجمح زي الخيل زي الفرس النفس دي. وإحنا مش دريانين بيها. ملي بقول يا ريت مين ملي برد جماح من غوايتها. الغي. عندما يعني يسير النفس في الهوى والغي، فبقول ملي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجمي. كم حسان والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الله. لازم النفس كده. الطفل هيبقى صعب عليها شوية وهيبكي كتير في الأول ويصعب عليك، ونفسك لما تصعب عليك تبرر لك تعمل أي حاجة. لما تغلب منك وانت بتجاهدها تجي لها يمين تجي لك شمال، تجي لها شمال تجي لك يمين، تغلبك. فلما تغلبها آخر حيلة عندها إنها تصعب عليك. آخر حيلة للنفس. للنفس. أول تصعب. ما تصعب عليك تبرر لك تعمل أي حاجة. ليه يعني؟ هو أنا يعني كان إيه؟ ما أنا هو أنا كان وينفع أنا نبقى ده حالي ولا مثلا تقوم تبرر لك تعمل كل شيء. فقال لي خلي بالك والنفس كالطفل إن تفطمه إن تفطمه شب على حب الرضاع وإن إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم.
ده النفس كم حسنت لذة للمرء هي قاتلة حلوة، بس من حيث لم يدري ما كانش عارف ان في سم هنا في الدسم الحلو ده، بس كان في سم. فبقول لك يعني ايه، فخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم، واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم. يعني ابكي على حالك واستفرغ العين، يعني او الدمع، نزل الدمع من عين امتلأت بالمعاصي وبالمحارم، والزم حمية الندم، واندم على ما فاتك، وابكي على خطيئتك، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. ما تصدقهاش ولا تصدق الشيطان. نختم بالمعاني العظيمة دي يا مولانا، يعني ربنا يبصرنا جميعا بحقيقة الدنيا ويعيننا على أنفسنا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا فضيلة العالم الجليل والمربي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. دائما نتعلم ونستفيد ونزل نورا يا مولانا. بكم يا سيدنا، ربنا يبارك في حضرتك. وبشكر حضراتكم مشاهدينا، ونتذكر دائما في الحياة طرق ومسالك شتى، ويبقى الطريق إلى الله سبيل سعادتنا في الدنيا والآخرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.